اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في هذه الفقره، النجم الكبير كابتن ماهر همام. ازيك يا كابتن اسلام؟ اخبار حضرتك ايه؟ وحشنا يا كابتن حبيبي، ربنا يكرمك. إيه؟ يا رب. جو نار النهارده، بيقولوا 50 الحراره. اليوم صعب جدا جدا صعب، بس بنعم ربنا علينا ان في تكييف. يعني لو ما فيش تكييف صعب جدا. لا، ما فيش تكييف كنا زمان كل سنه وانت طالع كنا ماشيين في الشوارع بقى عاملين زي المجانين كده. لا، هنا كمان الاماكن المقفوله بتبقى صعبه جدا. ولما تيجي تنام كمان اسلام صعب. لما تيجي تنام كمان طبعا ربنا يعوض على الجميع ان شاء الله يا كابتن. يعني كابتن، يعني انا بقالي كتير ما شفتش حضرتك، فخليني ابارك لك طبعا بالفوز بالدوري وهذا المستوى والاداء الرائع اللي بيقدمه النادي الاهلي خلال هذه الفتره. طبعا الف مبروك للنادي الاهلي. احنا بنقول البطوله الخامسه، يعني لو تبص كده اسلام هتلاقي ان الموسم ده اللي هو موسم 22-23 انا بشوف موسم مميز في تاريخ النادي الاهلي. يعني من 1907 لحد يومنا هذا ما حصلش ان النادي الاهلي حقق بطولات بالكم ده، صحيح، وبالجمال ده وبالاداء ده وبالتكاتف ده وبالحب ده. ده بيرجع هنرجع بقى لتاريخنا الاولاني اللي هو تاريخ النادي الاهلي 1907. هتلاقي ان كل القيادات اللي كانت بتدير النادي الاهلي في خلال هذه المراحل او المرحله دي بالذات وبعديها المراحل الاخرى، كل الناس بصراحه اسلام كانت سبع عصرها. كل الناس صحيح كانت عندها فكر عالي جدا، فكر ازاي يكبر المؤسسه دي، ازاي يحقق انجاز المؤسسه دي. فالناس كانت بتجتهد بشكل كبير جدا، وده الجمال اللي موجود في مجالس إدارة النادي الأهلي. لو هنتكلم على ضلع ضلع مجالس إدارة النادي الأهلي من 1907 لحد تولية الكابتن محمود الخطيب، تلاقي أسلام كل واحد حط طوبة وحط بذرة وحط بصمة على تاريخ النادي الأهلي لحد ما المؤسسة كبرت بهذا الشكل وبقت من ضمن المؤسسات اللي تقدر تقول يعني من اكبر المؤسسات الموجوده في افريقيا والعالم العربي. صحيح. وبالذات السنه دي طبعا بحيي مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب على الضغوطات اللي عاشوها خلال الفترات السابقه اللي كان فيها اخفاق، ويعني الكلام اللي كان بيتقال بيتشكك في قدراتهم الاداريه والفنيه، لكن طبعا كان عندهم صبر ومصابره. وده بيرجع اسلام يمكن الخبرات اللي هم اكتسبوها بشكل كبير من الناحيه الاداريه ومن الناحيه الفنيه. يعني عارفين ان بيحصل للمؤسسات الكبيره ديت بيحصل دروب حتى على مستوى العالم، لكن قوه هذه المؤسسه بتقدر تتكاتف مره تانية وبترجع لمكانتها الطبيعيه. فالضلع بتاع مجلس الاداره ده بنحييه من خلال برنامجك، بنقول لهم الصبر والمصابره والتكاتف اللي انتم كنتوا موجودين عليه والرهان اللي انتم رهنتوا عليه خلال الفتره اللي فاتت. بحييكم وفعلا كسبتوا الرهان واثبتوا للناس ان فعلا من المؤسسات الكبيره دي من غير اداره محترمه صعب جدا ان انت تقدر تمشي للامام وتقدر تحقق طموحاتك. الاضلاع الثانيه بقى طبعا مستر كولر واختيار لجنه التخطيط والكابتن محمود الخطيب في توقيت اسلام مهم جدا، كان انك انت تختار الرجل المناسب في المكان المناسب، رجل المرحله. فاحنا يعني كان رؤيه الكابتن محمود الخطيب ان الرجل ده هو رجل المرحله للجيل الحالي الجميل العظيم ده. والحمد لله الراجل بصراحه يعني اثبت جدارته، اثبت ذكائه، اثبت ادائه وحبه للمهنه واصراره. انا فاكر كان ليه مقوله ان هو جاي يعمل تاريخ ليه لنفسه اولا ثم للمؤسسه اللي هو شغال من خلالها طبعا، ومساعده الجهاز المعاون اللي موجود معاه. اللعيبه مهما اتكلمنا بقى الضلع الثالث، اللعيبه اسلام اللي تهاجمت بشكل كبير جدا وتشككت في قدراتها النهارده بتثبت للعالم كله ان هم لعيبه مميزه وان جيل من افضل الاجيال اللي مرت على تاريخ النادي الاهلي. بيحققوا حاجه جميله جدا، 5 بطولات في 7-8 اشهر، فعلا يعني حاجه بتحسب ليهم، تحسب لادائهم واخلاصهم وحبهم لناديهم وحبهم للمؤسسه اللي هم بينتموا اليها. الضلع الرابع طبعا جماهيرنا العظيمه، جمهور النادي الاهلي اللي بيشاركنا في جميع البطولات من 1907 لحد يومنا هذا، اللي هو يمكن ربنا سمى جمهور النادي الاهلي العظيم اللي صنع تاريخنا وتاريخ كل الاجيال دي. بنقول له الف الف مبروك، من حقك انك انت تفرح ومن حقك انك انت يكون عندك مؤسسه كبيره مشرفاك في كل مكان. وان شاء الله باذن الله للامام خلال طبعا البطولات المتبقيه، البطولتين او الثلاثه القادمتين ان شاء الله.
يعني نتمنى طبعا ان ده يبقى او موسم لبدايه جديده كمان تحصل خلال الايام القادمه، لان انت عندك عدد كبير جدا من البطولات ان شاء الله في الايام القادمه. في مثل هذه التوقيتات انا لسه كنت هات لنا التمرين يا سمير واحنا بنتفرج على التمرين يا كابتن، الضحكه هي السيده الامور، ومع ذلك لما في مباراه المقاولين انت كنت خدت الدوري والموضوع انتهى، ولكن نازل كانك ما لعبتش كوره بقالك 10 سنين يعني موت نفسك، هل ده ممكن يحصل برضه في مباراه حرس الحدود ولا شايف انه، وهل سيواصل كولر سلسله تغييراته؟ بص يا اسلام، اللعيبه دي اولا مطمنه جدا ان هي موجوده في 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 البيت الكبير، موجوده في الدفء، موجوده في المؤسسه الكبيره اللي كلها ثقه وكلها طموح وكلها امال. الابتسامه الجميله اللي المرسومه على شفات ووجه كل لاعب من اللعيبه اللي موجودين ده بياكد لك ان هم مرتاحين نفسيا. وانت عارف يا اسلام انا وانت كنا لعيبه قبل كده، لما تبقى مرتاح نفسيا بتبدع وبتطلع حاجات صحيح يعني محدش ممكن يتخيلها صحيح، وتحس بالاخوه. الجهاز الفني يعني اخوات اللعيبه دي اخوات الكبار صحيح، عارفين مصلحتهم وخايفين عليهم وعارفين الـ 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 المشوار اللي هم رايحينه بيكملوا بيهم بشكل كبير. التفاهم الجميل اللي بين اللعيبه وبين الجهاز الفني الطبي والاداري. عايز اقول لك كمان يا اسلام في حاجات الناس ما تعرفهاش، ان راجل مخطط الاحمال والاعداد الفني والبدني ده راجل يمكن شغال من غير ما حد يعرف عنه حاجه، ده كمان يمكن بيساعد الجهاز بشكل كبير جدا مع مستر كولر ومساعدينه سامي والراجل المدرب العام وكابتن سيد طبعا. في كتيبه ورا الجهاز ده كمان يمكن ما حدش يعلم بيها حاجه، الدكتور المتخصص التغذيه الجانب الاداري، لا كتيبه كبيره جدا كابتن اسلام كلها شغاله. يعني عايز اقول لك ايه، بيخرجوا من بيتهم يقول لك احنا رايحين نشتغل كره قدم، صحيح احنا رايحين نتمتع كره قدم. وده باللي بيعكس بقى يعني النهارده ومستر كولر واقف الكبير بتاعنا والكبير بتاعهم واقف وسطهم، الابتسامه طبعا على وجهه والطمانينه اللي هو عايش من خلالها. عايز اقول لك اسلام يعني الراجل سعيد جدا جدا ان هو موجود في مؤسسه النادي الاهلي صحيح، من خلال الشغل ومن خلال الاحترافيه ومن خلال الاداء ومن خلال تعامله مع اللعيبه والحاجات الجميله اللي بيشوفها، اذا كان في التكتيك او في اللياقه البدنيه او في المهاره او في احراز الاهداف او في البطولات اللي هم بيحققوها. فيعني عايز اقول لك ان يعني هنيئا بهؤلاء اللعيبه بجهازهم وبمؤسساتهم ومجلس ادارتهم. وعايز اقول لك كمان اسلام ان الراجل ما زال عند استراتيجيته ان هو موضوع التدوير بالنسبه له مستمر عليه، وهو كمان يمكن في فتره اعطاء اللعيبه راحه. كمان عايزين نشكر صاحب قرار السنه اللي فاتت ان اللعيبه الدوليين والمحترفين ياخدوا راحه. انا فاكر اسلام انت كنت واحد من الناس كنت بتنادي بهذا وبتساند هذا القرار بشكل كبير. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، يعني بما اننا بنتكلم في هذا الامر برضو لانه الراحه مهمه جدا بالزبط. جدا، وانا لسه يعني انا كنت بصراحه عايز اجل الكلام في هذا الامر لبكره، ولكن الداخليه نادي الداخليه طلبه من النادي الاهلي تاجيل ومن اتحاد كره القدم تاجيل مباراه يوم 30. وجهه نظري اذا تم تاجيل هذه المباراه او لم يتم تاجيل هذه المباراه، وجهه نظري انا الشخصيه انه على الاقل في 10 لاعبين في النادي الاهلي لازم والله هذه ليست معلومه ولا اتجاه لحاجه ولا النادي ولا له علاقه ولا ليه، انا بتكلم على حاجه شخصيه من جوايا انا شايفها بعد القرار التاريخي اللي اتعمل اللي حضرتك كنت بتتكلم عليه السنه اللي فاتت. بالظبط. على الاقل 10 لاعبين وجهه نظري يتم اتخاذ قرار بكره بعده بالكثير ان هم ياخدوا راحه 10 ايام وبعد كده نبقى نشوف. موضوع تاجيل مباراه الداخليه قد يكون في صالح الامر. وجهه نظري انا ما اعرفش يعني والله برضو مره ثانيه ده مش مقدمة لحاجة ولا أي حاجة من هذا القبيل، ولكن دي وجهة نظر أنا بطرحها من خلال البيت الكبير. وأنا معاك يا إسلام، وإحنا جربنا التجربة وشفناها
وسبب النجاحات اللي احنا موجودين عليها حاليا التجربه دي بتاعت اعطاء راحه للثمان لعيبه الدوليين والثلاثه المحترفين. والراحه يا اسلام هي اللي عملت نوع من الانتعاشه لهؤلاء اللاعبين، رجعتهم مره تاني يعني، خليتهم بقى عندهم يعني عندهم نفس انهم يرجعوا الملعب بشكل عندهم الراحه دي هتفرق. بس هو دلوقتي حتى يعني محمود بيقول لي، يعني زميلنا رئيس تحرير محمود سعيد بيقول لي ان هو لا، في ماتش المصري لو ربنا كرم وكسبنا، لو الداخليه اتلعب في ماتش المصري بعديها بثلاث ايام، ولو بعد كده كمان في السوبر الافريقي لم يتم تحديد موعده. ما هو ده برضو الله يكون في عونه المدرب يعني بصراحه، الله يكون لازم يدي اللعيبه راحه. وفي نفس الوقت هو مثلا لو الماتش السوبر الافريقي ده كابتن يوم 25/8 او 28/9 يعني في اخر خمس ست ايام في 8 ممكن ادي 10 ايام راحه ولا اسبوعين راحه كمان بالظبط، وبعدين اللعيبه ترجع تتمرن والداخليه ما يتلعبش وترجع تتمرن. ما دي من ضمن الحاجات اللي بتضايق الراجل، ان مفيش حاجه هو نفسه قال هذا الكلام، مفيش حاجه للمستقبل باينه واضحه عشان هو كمان يقدر يعمل ترتيبات. انت عارف بدك الاجانب دول اسلام يعني عندهم التخطيط وعندهم العلم رقم واحد بالنسبه لهم، فهو ما بيشتغلش بالقطعه، هو بيشتغل يعني لقدام، قصيره المدى، متوسطه المدى، طويله المدى، عشان يبقوا عارف. انا نفسي في ايه يا كابتن؟ يعني انا فكرت في الموضوع وحضرتك بتتكلم، انا نفسي اللعيبه دي تاخد اجازه. بالظبط والله مهم جدا، يعني على اللي انا شايفه على 75 مباراه قد تصل ل 100 مباراه السنه الجايه لو وصلنا للنهائيات في كل في كل البطولات، وهذا هو المتوقع ان شاء الله. يعني انت ممكن توصل اللعيب اللي هيلعب مع منتخب مصر بشكل اساسي ومع النادي الاهلي بشكل اساسي ممكن يوصل ل 100 ماتش، 100 مباراه في الموسم، 100 مباراه في الموسم. الله. فبيني وبينك طبعا دي هيعملها ازاي دي؟ صعب يعني صعب. ازاي هتتعبني؟ صعب يعني طبعا الله يكون في عون الراجل، لكن التجربه احنا جربناها وحيينا طبعا صاحب القرار في التجربه يمكن كابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته ان هم كمان يمكن صحيح خدوا التجربه وبعدين نقلوها للجهاز الفني صحيح. والحمد لله يعني التجربه نجحت بشكل كبير جدا. فنتمنى مستر كولر خلال الفتره زي ما تشرفت كده اسلام وقلت ان هو راجل بيدور بقى، يعني هو راجل كمان بيعمل اللي عليه، بيحاول يريح خصوصا اللعيبه اللي يعني استمرت بصفه اساسيه بقى لها ثلاث سنين ومعظمهم اللعيبه الدوليين واللعيبه المحترفين كمان. فطبعا يهم الراجل ان هو يريحهم بشكل كبير خلال المباراتين او الثلاثه اللي جايين عشان اللي جاي كمان نقدر نجني ثمار اللي جاي، خصوصا ما اللعيبه بتاخد فتره الراحه بتاعتها وترجع لحاله الاستشفاء الطبيعيه، بنلاقي بقى قيمه اللعيبه من الناحيه الفنيه، من الناحيه البدنيه، من الناحيه التكتيكيه، عكس بقى المواسم اللي كانت قبل كده اللي احنا يعني ربنا لا يرجعها مره تانية. الموسمين اللي فاتوا كابتن اسلام كانت الاصابات وكانت الاجهاد وباين قوي ان اللعيبه زهقانه واللعيبه يعني مش حابه ان هي تلعب، مش حابه انها تبقى موجوده، عكس طبعا الفتره دي اللعيبه كلها حابه انها تبقى موجوده والمنافسه شريفه بين كل اللعيبه ال 26 لعيب كلهم جاهزين ان هم يأدوا بشكل جيد. طيب هل كولر مثلا ممكن يفكر في منح واحد من الكبار والعظام خلال الفترة الأخيرة مع النادي الأهلي محمد الشناوي راحة خلال الفترة القادمة؟ أنا أتمنى، لأن الشناوي عانى برضك الفترات اللي فاتت دي كابتن إسلام بالأمامية والضمة والخلفية، فبرضك يهم كمان الشناوي ان هو فعلا يلاقي إن هو وقت راحه ذهني وعصبيا وذهنيا وفنيا وكل شيء. بصراحه لود كل مباراه وكل بطوله لود على الكبار بالذات، ويمكن الشناوي بالذات يعني الشناوي كابتن الفرقه، فكمان يعني الشغل الضغط النفسي اللي موجود داخل الملعب قده كمان كابتن اسلام خارج الملعب، لان هو كابتن الفرقه يعني هو عايش مع اللعيبه في الاجواء الحلوه، عايش مع اللعيبه في الاجواء الصعبه، كل ده من فكره وكل ده من عضلاته ومن تفكيره. فاتمنى ان الشناوي ان شاء الله يكون اول لاعب يقدر يحصل على راحه الخمس ايام القادمه. وكمان يمكن علي معلول، احنا شفنا علي معلول بصراحه اسلام يعني الراجل كتر خير من تونس ومنتخب تونس وبعدين النادي الاهلي، بطولات محليه افريقيه رايح جاي، يعني الراجل الله يكون في عونه. طبعا بحييه من خلال برنامج حضرتك البيت الكبير، لان علي معلول بصراحه يعني من المحترفين اللي يعني سابوا علامه جميله، علامه ايجابيه لسه قدامه العمر والوقت، يعني والصحه لجماهير النادي الاهلي وللعيبه والاداء،
ونتمنى له ان شاء الله باذن الله لو يتواصل معانا خلال الثلاث سنين الاربع سنين الجايين باذن الله. طيب. وهو قادر باذن الله علي معلول انه يؤدي بهذا الشكل يعني. وبما اننا بنتكلم عن كابتن الفريق كابتن محمد الشناوي خلينا نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى. الحقيقه محمد الشناوي نجم كبير ويستحق احنا خلال الفتره القادمه الحقيقه بالكامل يوميا هنعمل لحضراتكم تقرير عن واحد من نجوم النادي الاهلي الحقيقه اللي يستحقه لان هذا الفريق او مجموعه اللاعبين اللي موجودين كلهم يستحقوا كل تحيه وكل تقرير زي ما كابتن ماهر قال. ده تقرير جميل جدا جدا يا اسلام وزي ما ذكرت حضرتك وقلت ان شاء الله الحلقات اللي جايه هتبداوا تسلطوا الضوء على النجوم نجوم بصراحه حاجه جميله احنا يعني خايفين ننسى حد بصراحه من حراسه المرمى لحد المهاجم قدام 26 لعيب على اعلى مستوى بصراحه وشرفونا وحاجه جميله جدا جدا ولعيبه رجاله ولعيبه فعلا عند حسن ظن الجماهير ولعيبه يعني يعني فعلا اسلام فلان تعرفه ما تعرفوش في المواقف بقى الصعبه فعلا بانت لعيبه النادي الاهلي فبنحييهم بصراحه ونتمنى لهم ان شاء الله باذن الله ان مش البطولات اللي جايه كمان لان ده هيبقى تاريخ غير مسبوق ما حدش هيعمله غيرهم. صحيح. حقيقي يعني التاريخ هيذكر في تاريخ النادي الاهلي ان اللعيبه دي حققت 8 بطولات وده حاجه يعني انجاز واعجاز هيحصل لهذا الجيل العظيم يعني. ارجع تاني لمباراه حرس الحدود لغايه لما كولر يقرر هل يمكن ان هو يدي راحه؟ اعتقد هيبقى ليها حسابات كتيره بعد الماتش الداخليه والمصري ان شاء الله لو كسبت الداخليه تتلعب المصري لو بعد كده السوبر الافريقي يتم تحديد الميعاد فليها حسابات كتيره جدا لغايه لما يتم تحديد الموضوع الافضل ان هو يعمل التدوير اللي هو بيعمله بالتناوب. هل في مباراه الحرس تحديدا بقى يوم الاربعاء يعني هو في المباراه السابقه في 8 او 9 لاعبين كانوا بيلعبوا في مباراه المقاولين وما لعبوش او انا اسف في مباراه الزمالك وما لعبوش في مباراه المقاولين الماتش الجاي هنلاقي كده برضو؟ هو الراجل يعني اول ما يمكن احنا كنا بنتكلم من اول ما تولى المهمه على موضوع التدوير وبعدين قلنا عايزين بقى ثبات يا مستر كولر شويه عشان يبان بقى شغلك ويبان الجمل التكتيكيه ويبان اداء اللعيبه كل اللعيبه المهاريه اللي موجوده يبان بقى شغلك. فالراجل سبحان الله يعني زي ما تقول استمع لنا يا كابتن اسلام وبدا فعلا في اخر الماتشات الست سبعه اللي فاتوا بدا التثبيت يبقى واضح جدا ويمكن احنا ذكرنا مع حضرتك كده اسلام في كم حلقه قلنا من بدايه القطن الكاميروني يعني كان بدا يبقى التثبيت وبدات النتائج تتحسن بشكل كبير بقى عندنا سكور عالي في كل مباراه والراجل بعد كده بدا يرجع تاني للتدوير نتيجه ان هو فعلا عنده اجهاد يعني راجل عايش ومتعايش كل اللحظات مع الفريق اسلام وكل بطوله في حد ذاتها كل اجواء بيشتغل عليها كل اجواء او كل بطوله بيحضر لها من ناحيه الاستراتيجيه من ناحيه طريقه اللعب من ناحيه الخطه من ناحيه التشكيله يعني الراجل ما شاء الله بيذاكر بشكل جيد وده اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني مديله الاولويه ومديله البطولات الجميله اللي هو بيحققها فانا شايف ان هو هيفضل على هذا النهج ان هو هيدور اللعيبه لان هو شايف ان يعني يعني النجوم بصراحه يعني وصلوا لمرحله يعني زي ما انت بتقول داخلين في 100 مباراه فده هيبقى لود كبير جدا على اللعيبه الدوليين بالذات والمحترفين معاهم فانا شايف ان الراجل هيبدا يدور ويبدا يشارك اللعيبه اللي هو كمان في الاول والاخر عايز يشوفهم وعايز يقول يعني يرجع زي اول السنه تاني بالظبط يرجع في تقريره حتى كمان السبب بما يرضي الله يعني دي الشفافيه والعداله اللي الراجل بيوزعها من خلال شغله على اللعيبه ان هل فلان الفلان ده يقدر يكمل معايا وهل فلان الفلان ده ممكن اقدر اعيره وهل اللعيب ده ممكن اقدر استغنى عنه كل الكلام ده الراجل هيحطه في تقرير ويعرضه على مجلس اداره النادي الاهلي ولجنه التخطيط والكابتن محمود الخطيب بما يرضي الله بعدد ساعات اللعب بالماتشات بالاداء من الناحيه الفنيه البدنيه التكتيكيه المهاريه عشان في الاول والاخر نقدر نقول
لا اللعيبه دي تقدر تكمل وده يقدر يكمل، لا ده ممكن يبقى عار، ممكن ده نقدر نستغنى عنه، ويبقى في تقرير فني من خلال الراجل بيرفع لمجلس اداره النادي الاهلي ولجنه التخطيط، بيقيم فيه بقى كل حاجه من خلال شغله ومن خلال ادائه هذا الموسم. فانا شايف ان الراجل موضوع التدوير هيرجع ليه تاني، هيرجع ليه تاني وهيكمل بيه خلال الثلاث اربع مباريات اللي جايين. ماتش المقاولين شفته ازاي يا كابتن في ظل ان عدد كبير من اللاعبين اللي ما بيلعبوش المباراه اللي قبلها بيلعبوا في مباراه المقاولين اللي احنا كسبناها 4؟ هو ده حلاوه التدوير، ان هو كل عيد دلوقتي عايز ياخد فرصه، عايز يقول للراجل ان انا موجود اهو، عايز ادي والفت نظر الراجل ان انا استحق، انا ممكن اكون رقم واحد، لا ما ينفعش اقعد على الدكه، لا انا لعيب. وده وضح في المباراه ان احنا عوده طاهر مره ثانيه للتهديف والثقه، صح ده نتاج ان الراجل يعني بيدي الناس زي ما قلنا الشفافيه والعداله في التوزيع في اداء. طبعا الباص اللي اتعمل من كوكا لديانج دي جمله احنا متعودين عليها اسلام من بدايه شغلنا مع كولر، اللي هي الحاجه من تحت لفوق، الحاجه اللي بتتعمل في ظهر المدافعين، التحرك اللي بيبقى فيه كونتاك بينه وبين اللاعب نص الملعب والمهاجم. وبعدين كمان يا اسلام خد بالك ده ديانج ده راجل هاف ديفندر، ايه اللي جابه هنا؟ اللي وداه جوه ال 18 عشان يسجل هدف بهذا الشكل. عودة شريف والثقه في التهديف مره ثانيه، وجود شريف في الاماكن اللي فيها بيجي احراز الاهداف اللي بين السكس يارده وبين ضربه الجزاء، هروبه من المدافعين، الحس التهديفي لشريف، الكره الثابته الكورنر اللي بتعمل كمان مؤثر بشكل كبير جدا على راس مثلا لعيب النادي الاهلي او على رجليه او على صدره. فدي كلها حاجات جمل بيشتغلوا عليها من خلال تدريباتهم. الباص البيني قفشه اتكررت كام مره يا اسلام الجمله دي؟ اتكررت كتير جدا جدا، قفشه برؤيته وشايف والتحرك بتاع طاهر ازاي بيسرق فيه المدافعين. الباص اللي من الخلف الامام الطولي ده من الـ وبعدين كهربا بخبرته ازاي يحط جسمه وياكل المدافع زي ما بيقولوا بلغه الكوره، اتنين مدافعين بيخشوا في تهور كبير جدا ومحاوله منع كهربا في تسجيل هدف. في كل دي جمل تكتيكيه بيشتغلوا عليها مع مستر كولر وبينفذوها، صحيح وبينفذوها في توقيت مهم جدا جدا يا اسلام. عشان بس نقول للناس ان فعلا التلت الهجومي للنادي الاهلي بدا يعني تبان فعاليته بشكل كبير جدا مع مستر كولر. وكانت يمكن الناس بتشتكي ان احنا ضيع الاهداف وان احنا عندنا عقم هجومي، لا بقى النهارده عندنا كهربا وعندنا شريف وعندنا بيتستا وعندنا صراحه يعني حتى ديانج اللي جاي من تحت لفوق، صح كمان بيحرز اهداف في مباراه المقاولين. بما اننا بنتكلم عن الاهداف مش هنقدر ننسى ان احنا نقول لكم ان احنا معانا برضو تقرير عن محمد شريف، واحد من النجوم الكبار اللي له دور كبير مع النادي الاهلي خلال الفتره الاخيره. خلينا نطلع نشوف هذا التقرير عن محمد شريف، وعايز اتكلم عن لقطه ما نرجع بالتقرير تخص كهربا هوريها لحضراتكم، ولكن بعد ما نشوف هذا التقرير. محمد شريف الحقيقه واحد من النجوم الكبار في النادي الاهلي وله دور كبير جدا جدا مع النادي الاهلي خلال هذه الفتره. كابتن ماهر برضو اللقطه اللي عايز اوريها لحضرتك لانها لقطه مهمه جدا بالنسبه لي، بتبين قد ايه ان النادي الاهلي بيفرق مع اي حد. وهفهم حضراتكم ليه. كهربا هنا مسك الكوره عايز يجيب جول زيه زي اي حد، زي اي مهاجم، وهو عامل ضربه جزاء خلاص، وهو اللي عامل ضربه الجزاء مسك الكوره اول حاجه لا ارجع لي سنه، ارجع لي سنه، ارجع لي سنه سمير، ارجع لي سنه من اولها معلش. هنا اول ما وقع كهربا بص فين؟ بص بره على الجهاز، على الجهاز مسك الكوره على اساس ايه؟ استعطفهم سيبوني اشوف العاف انا. ف هو انا قال لحد هتشوط؟ قال له قام باصص تاني بره خلاص اهو ماشي اعمل ايه؟ بعد اذنكم اعمل ايه؟ هنا بيرسي تاو بيهزر مع كهربا، قام عامل منه الكوره واخدها منه اهو. فقال له ايه ده انت بتعمل ايه؟ قال له انا بهزر يا عم، ما معناه يعني؟ ده اللي انا عرفته خلاص. قال له لا ده هم هناك اللي هيقولوا مش انا. قام جاي واخد منه الكوره تاني ومشي وراح عمل ايه؟ دور على حد احنا لغايه دلوقتي مش عارفين مين، مش عارفين مين. واداها لمين؟ ده طاهر، محمد طاهر اللي هو
طلب او هو رقم واحد في ان هو يشوط يلعب ركله الجزاء اهو، وقام مسلم على بيرسي تاو او على كوكا وخلاص. ما دي من ضمن النجاحات اللي ده الفرق يا كابتن من ما بين النادي الاهلي او كهربا ما قبل النادي الاهلي بالظبط، وكهربا ما بعد أثناء النادي الاهلي او في اثناء النادي الاهلي فعلا حقيقه اسلام. يعني انا متخيل ان لو كهربا ده في حته ثانيه او في مكان ثاني والله انا برضو انا لا اقصد شيء عشان ما حدش يودينا للزمالك يعني انا لا اقصد شيء، ولكن انا بتكلم هنا عن قيمه النادي الاهلي، قيمه النظام في النادي الاهلي، قيمه المبادئ في النادي الاهلي، قيمه الاخلاق في النادي الاهلي، والمساعده والمسانده والحب كمان في يعني كل العوامل اللي انت اتكلمت عليها يا اسلام، والحب بقى والاخلاص وحته ان انا يعني بنسى ذاتي صحيح وبحاول. يعني احنا شفنا مثلا في تسليم الكاس قبل كده عماد متعب وحسام غالي، حسام غالي شال الكاس وبعدين عماد متعب هو اقدم منه راح مديله الكاس. يعني صح دي الحاجات اللي احنا تربينا عليها اولادنا فعلا بيظهروها بشكل كبير. فالنهارده كهربا اتغير اسلام يعني 180 درجه صراحه للاحسن. هو كهربا ما اتغيرش يا كابتن، وجهه نظري ان كهربا دخل بقى في المؤسسه بقى النظام دخل السيستم بتاع النادي الاهلي وجهه نظري. ولو كهربا راح بايرن ميونخ ما هو لازم المفروض يعني ان احنا نخش فهو هنا كهربا دخل السيستم بتاع النادي الاهلي، هو عارف ان هو لو غلط خلاص عايز شوت بالظبط، بس مش انت رقم واحد فهتعاقب طبعا، وبالتالي واحتراما برضو للمدير الفني، هو الراجل عمل ايه؟ بص الاول انت عارف حضرتك احسن مني الكلام ده يعني هو استعطف الناس يعني العب انا اخد الكره كده واستعطف. ممكن هم كمان يغيروا رايهم لكن صعب جدا انك انت تغير رايك، لكن طبعًا زي ما انت قلت في نظام وفي سيستم وفي وضع وفي رقم واحد ضربه جزاء، في رقم اثنين لو مش موفق، في رقم ثلاثه لو مش موفق. وبعدين لعبهم محترفين وكبار اسلام، عارفين ادوارهم بشكل كبير جدا وعارفين ايه اللي ليهم واللي عليهم. فطبعا انا بحييهم من خلال برنامجك، وكمان بحييك انت وفريق العمل ان النهارده يعني اولا محمد شريف لما بيتفرج على الحاجات دي او كهربا بيتفرجوا على الحاجات دي بينبسطوا جدا يا كابتن اسلام. طبعا الناس كلها بترفع من روحهم المعنويه وبيحسوا ان في هم يستحقوا يا كابتن. بصراحه في يعني ناس في ظهرهم وناس بتحافظ عليهم وناس بتعرض بضاعتهم بشكل كبير جدا وادائهم بشكل مميز. ويعني طبعا مباراه المقاولين كان 4 اهداف ملعوبه، وزي ما ذكرنا ان الاهداف ديت نتيجه ان الناس دي شغاله على جمل تكتيكيه، بيشتغل الراجل بيشتغل معاهم بيحفظهم بشكل كبير وهم بينفذوا له اللي هو عايزه. فده التقرير الثاني لمحمد شريف، بنقول لمحمد شريف انت لعيب كبير ولعيب مؤثر، ويعني انت وحشتنا بلغه الكره وحشتنا، محتاجينك يا شريف الفتره اللي جايه. 11 جول احنا عايزينه يعدي بالظبط، عايزينك هداف وانت كنت هداف قبل كده وقادر انك انت تكون هداف. ويعني الثقه المتبادله اللي بين مستر كولر وبينك وبين اللعيبه وبين جماهير النادي الاهلي، عندنا ثقه كبيره جدا فيك يا شريف. فان شاء الله باذن الله يعني المباراه اللي جايه دي انا حاسس ان شريف هيبقى شريف اللي احنا تعودنا عليه، الثقه رجعت وباين قوي في تحركاته، باين قوي في ادائه، في يعني شغله مع زمايله مساعدتهم ليه، وهو كمان بيحاول كمان من خلال التقرير ان هو يبقى موجود في الاماكن اللي يقدر من خلالها يبقى في حس تهديفي يقدر يجيب من خلالها اهداف. فتمنياتنا لشريف ان شاء الله باذن الله بالتوفيق المباراه القادمه. طيب بشكل عام رايك في التحكيم؟ احنا كان عندنا كوارث قبل كده اسلام، السنه عندنا اللي فاتت كوارث صراحه، السنتين اللي فاتت بصراحه يعني عانينا بشكل كبير جدا. ومن ضمن الحاجات يعني احنا مش عايزين نحط الشماعه لان احنا النادي الاهلي اكبر من كده، لكن من ضمن الحاجات اللي اثرت علينا بشكل بصراحه كبير بشكل كبير جدا التحكيم الموسم اللي فات. يعني السنه دي مش اللي احنا كسبناه ده اللي قبله، اللي قبله كمان، وخلي بالك انا ان شاء الله قريبا جدا هنعمل الاخطاء اللي اتعملت السنه دي، هتشوفوا عدد كبير وكم كبير من الاخطاء اللي حصلت ضد النادي الاهلي. يعني حاجات غريبه، يعني احنا كمان في ماتش القمه القطبي الاهلي والزمالك، يعني كره حسين الشحات دي كانت واضحه اسلام وضوح يعني، وبعدين قلنا هو ما شافهاش فيبقى الفار اللي جابها بكذا طريقه، فالحاجات دي ما ينفعش انها تعدي يعني
اولا بتقلل من مجهودهم اللي هم بيعملوه، بتقلل من قيمته التحكيميه، يعني بتقلل من الثقه بشكل كبير. فاتمنى ان حكامنا الاخطاء دي تقل بشكل كبير، ويعني زي ما تدي الابيض تدي الاحمر، زي ما تدي الاحمر تدي الابيض، تدي الاخضر تدي الازرق، يعني تبقى فير وتبقى زي لعيب الكوره كده، عايز تطلع بالمباراه اللي بره امان نسقف لك في الاخر ونقول عليك انك انت حكم يعني ادرت المباراه باتقان وكان فيها امانه وفيها ثقه من خلال ادائك. وكمان حتى للعالميه، احنا حكامنا برضك لازم يبقى عندهم دوافع زي لعيبه الكوره كده، عايز يلعب منتخب وعايز يحترف في الخارج وعايز يروح اوروبا وهكذا. نفس الكلام بالنسبه للحكام، لازم يبقى عنده دوافع يبقى رقم واحد في مصر، لازم يبقى احسن حكم في العالم العربي، في افريقيا، يمثلنا في كاس الامم الافريقيه، يمثلنا في كاس العالم، يعني كل دي المفروض يبقى في دوافع للحكام لازم يحطها كده قدامه ويشتغل عليها بشكل كبير. الدوري حسم بفوز النادي الاهلي وبهبوط ثلاث فرق المحله اسوان حرس الحدود. رايك في مستوى الدوري الفني بشكل عام؟ يعني الدوري بدا في الدور الاولاني يا اسلام، منهم الفرقتين اللي نزلوا اسوان والمحله، طبعا ناديين شعبيتين واحنا ليهم يعني معزه خاصه عندنا بصراحه، بنحب اسوان وبنحب المحله، لكن هم فاجئونا يعني. الدور الاولاني كانوا ماشيين بشكل ايجابي بشكل كبير، ويمكن حققوا نتائج، منها اسوان كسب نادي الزمالك يعني. صحيح. فقلنا لا، اسوان صعب جدا السنه دي، وكان في مكانه في الدور الاولاني افتكر يمكن السادس او السابع في جدول المسابقه. انا بقول يا اسلام يمكن النواحي، انا اشتغلت في اسوان اصلي، النواحي الماديه هناك صعبه قوي يعني بصراحه. يعني الميزانيه اللي انت بتحطيتها للفرقه ديت بتوصل لمرحله بتخلص من مكافات فوز ومعسكرات و مفيش، فبيبقى عيني اللي بعد كده الدنيا صعبه، بيعانوا بشكل كبير جدا اسوان بالذات. انا عشت مع اسوان سنه في التصعيد للدوري الممتاز، عانيت بشكل كبير جدا جدا معاهم. فطبعا انا عارف ان دي مشكله بيقابلها كل مدرب بيروح اسوان. الميزانيه اللي موجوده صعب جدا في الدوري الممتاز، في السفر والخروج والطيران والمكافآت انك انت الميزانيه اللي انت واضعها تقدر تكمل معاك المشوار. طيب. فمشكله كبيره يعني. اخيرا يا كابتن ماهر، دوري المحترفين هل حضرتك مع تطبيقه ام ضد تطبيق دوري المحترفين اللي هو دوري الدرجه الثانيه، يعني اللي هو ال 20 فريق اللي هيبقوا في دوري المحترفين اللي هو يعتبر دوري الدرجه الثانيه، بقيه الفرق تنزل للدرجه الثالثه. حضرتك مع هذا الدوري ولا لا؟ دي مشكلتنا الاداريه اللي احنا بنعاني منها بقالنا سنين يا اسلام. بقالنا، انا فاكر زي ما كنت مره معاك قلت لك كابتن شاذلي كان بيتكلم سنه 60 على المعاناه الاداريه بالنسبه صحيح. لمنتخب مصر. هي نفس الكلام. هو الكلام. طب وبعدين عايز تعمل دوري محترفين، طب ما تقول بقى قبلها 3 4 سنين بس عشان الناس تبقى يعني بصراحه قايلين بقالهم سنتين. قايلين؟ طب خلاص، لو هم قايلين من سنتين يبقى العبء على الانديه. بقالهم سنتين يعني، دي السنه الثالثه اللي جايه. يعني هو امبارح اتعمل اجتماع عشان يتم الدعوه لجماعه عموميه غير عاديه في يوم 1 اغسطس، اتعمل اجتماع بحضور 67 نادي. اتحاد الكره النهارده في اجتماعه برضه قال ان هو لن يتراجع عن هذا الامر وسيتم تطبيق نظام دوري المحترفين. هنوصل لايه؟ معرفش. يعني هم لو من سنتين يا اسلام يبقى كنت لازم تعمل حسابك بقى. والسنه الثالثه يطبق. يقول لك حاضر هناجل السنه دي. يبقى ده قرار، يحسم لاتحاد الكوره. محتاجين احنا بقى القرارات المصيريه اللي بهذا الشكل يعني خلال الفتره اللي جايه. فطبعا انا عارف ان في ناديين ليهم جماهيريه وشعبيه زي المنصوره والترسانه طبعا على الراس، طبعا اللي هم المحتاجين على هذا القرار. طبعا. لكن يعني علامة استفهام على الأندية الشعبية، فين الأولمبي فين؟ وفين المنصورة فين؟ وفين الترسانة فين؟ وفين دمياط فين؟ وجمهور الشبين فين؟ ودمنهور فين؟ لا يعني والمحلة وكفر الدوار وأسوان أهي وأسوان. فيعني النهارده يا إسلام هيبقى يمكن أفتكر الأهلي والزمالك والإسماعيلي والمصري والاتحاد، خمس فرق الشعبية اللي موجودة في الدوري الممتاز. صحيح. سبحان الله. فيعني كمان ربنا يستر على قطب من الأقطاب ديت السنة الجاية، يعني ما يهربش مننا وتبقى العملية صعبة صعبة جدا جدا.
فيعني نتمنى ان شاء الله باذن الله يبقى القرارات بالنسبه لاتحاد الكوره قرار حاسم، وخلاص بقى الانديه تبدا توضب نفسها اللي جاي، لان ده عايز حلقات او حلقات اسلام نتكلم فيه يعني. يعني انا باخد كده تراتيف كلام يعني، يمكن لغايه لما نشوف قبل 1/8 هل سيتم تطبيق اللي انا عارفه ان اتحاد كره القدم مصر على تطبيق دوري المحترفين. الانديه من حقها ان هي تحتاج، وننتظر راي الاتحاد وماذا سيحدث بشكل رسمي خلال الايام القادمه. انا بشكرك جدا يا كابتن ماهر. شكرا كابتن اسلام، شكرا حبيب. جزيلا يعني، دايما بنسعد. ربنا يكرمك يا رب. ما تغيبش عننا كده. لا ان شاء الله باذن الله حبيب معاك باذن الله. شكرا جزيلا يا كابتن مصر على وجودك معانا. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنكمل كلامنا مع حضراتكم. هيكون معايا الاساتذه الاستاذ محمد جمال والاستاذ عبد الحكيم ابو علم في ضيافه البيت الكبير.